مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصة من الجزائر. في هذا العدد سنتناول محورين، المحور الأول حول دبلوماسية الجوار الآمن وعودة الجزائر في كل تحركاتها نحو دول الجوار لتأمين جوار الدولة الجزائرية. في الجزء الثاني سنتناول قضية تراجع رئيس الوزراء حمدوك السوداني عن استقالته في ظل احتقان الشارع السوداني. لمناقشة هذا العدد في ولإثراء النقاش أسعد باستضافة ضيفي كمال بن خلوف نائب برلماني، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك وبمشاهديك الكرام. شكرا جزيلا لك. وعبر سكايب المحلل السياسي البروفيسور نسيم بلهول، مرحبا بك بروفيسور نسيم. أهلا بك ومرحبا ومرحبا بضيفي كذلك. شكرا جزيلا على تلبية الدعوة. في بداية البدء خليني أبدأ معك بروفيسور نسيم حول الدبلوماسية الجزائرية في الوقت الأخير، خاصة ما قام به رئيس الجمهورية في زيارة إلى الدولة الشقيقة تونس، وقبلها كان وزير الخارجية رمطان العمامرة في عدة خرجاته ميدانية لكون من مصر وليبيا وعدة دول في الجوار وحتى دولة مالي وكذا. هي عبارة عن زيارة مكوكية لتأمين الجوار عكس ما كنا نراه سابقا في الزيارات التي كانت وجهتها كلها أوروبا أو آسيا. نعم، هو في الحقيقة موضوع الدبلوماسية الجزائرية وبعيدا عن الخطابات النرجسية التي تغالي نوعا ما في هكذا الدور، لأنه لحد الآن لا نعرف هل الجزائر انتهجت استراتيجية القيادة الإقليمية من الخلف أو القيادة الإقليمية من الأمام، بمعنى أن انتقلنا من سياسة رد الفعل إلى استراتيجية الفعل. ولكن دعني أقول أنه السؤال الذي يطرح والذي لا بد أن ننطلق منه حتى أجيب على تساؤلك هو: هل هذه الدبلوماسية هي دبلوماسية موسمية نظراً والنبرة الحادة التي أخذتها نوعاً ما؟ هل هي دبلوماسية تنطلق من حقيقة الدور الجزائري الإقليمي أو من كون الجزائر قوة إقليمية على الأقل النادي الإقليمي أو المغاربي يعني هو راضي ويقبل بهكذا الدور الجزائري؟ هذه أسئلة هي إشكالية في حقيقة الأمر. ولكن الخطاب السياسي الرسمي أو الدبلوماسي الرسمي يقضي أن الجزائر تحولت مما يسمى من دبلوماسية الصمت، أي الدبلوماسية القائمة على عدم الاستيفاف أو عدم الارتكان إلى محور ما، علما أن الجزائر هي ثابتة على محور كلاسيكي وهو المحور الجزائري الصيني الروسي، كمحور من خلاله تقوم الدبلوماسية الجزائرية من منطلق مقاربة المقاومة بالدفع والتشكيل والتأسيس لمناعة خارجية من خلالها يتم التخفيف من وطأة بعض التهديدات التي قد يكون مصدرها إما فواعل إقليمية كبرى أو فواعل دولية أو قوى دولية رئيسية. وبالتالي انتقال الجزائر من دبلوماسية الصمت والاكتفاء برد الفعل إلى ما يعرف بدبلوماسية اليقظة والاستباق، ولهذا نجد في هذه المرحلة أن الجزائر استعانت أو استعارت مقاربتها الدبلوماسية بأدوات استراتيجية، لأنه لأول مرة نسمع أنه فيه شيء اليقظة والاستباق اللي هي عبارة عن وسائط ومفاهيم استراتيجية بحتة يتم سوقها في سياق هكذا دبلوماسية. وهذا فيدل أنه دور الدبلوماسية الجزائرية الآن في إطار استراتيجية الفعل هو حماية وصون الأمن القومي من خلال مقاربة جديدة، وهي مقاربة الدفاع من الداخل والأمن من الخارج. كيف ذلك؟ الدفاع من الداخل، الآن دور الدبلوماسية الجزائرية هو الاستعانة والارتكاز على الأدوات القانونية وكذلك الإعلامية من أجل حماية الجبهة الداخلية، وهذا أظن ما في إطار الجولات المكوكية اللي قام بها وزير الخارجية بدرجة أكبر، قام بالترويج وضرورة كبح جماح بعض التهديدات التي مصدرها فواعل وطنية
ولكنها متموضئة خارج الإقليم السيادي الجزائري. ومن خلال تفعيل الخطاب الدبلوماسي والتصعيد من النبرة القانونية ومن الحصانة الإعلامية، هنا هذه المخرجات هي بطريقة أو بأخرى تساهم في تقوية وتحصين مناعتنا الداخلية أو الجبهة الداخلية. وهذا ربما عنده علاقة كذلك بشيء مهم، أن الأدوات الدبلوماسية الآن هي لا ترتبط فقط بالآليات التي تستخدم خارج إقليم الدولة، ولكن في هنالك شيء يسمى بالدبلوماسية الداخلية، من خلال الدفع بأطر الشفافية والتنمية داخل الدولة الواحدة. مثل هكذا وسائط وخطاب يمكن تفعيلها في عملية الحفاظ على الوحدة الترابية في إطار نسق ديموغرافي منسجم متضامن، في إطار ولاء واحد موحد لا يقبل التجزئة. أظن مثل هكذا مقاربة داخلية، مثل هكذا دبلوماسية داخلية، أفلحت الجزائر بوتيرة نسبية في تصدير ما يعرف بالمصالحة وبناء السلم كمدخلين رئيسيين حاولت من خلالهما الدفع بالآخر وهو دول الجوار نحو التأسيس لنوع من التوازن السياسي دون التدخل في بعض المعطيات التي للأسف أقول، وهذا هنا أفتح القوس، هل جاءت الدبلوماسية الجزائرية نوعا ما متخلفة عن القطار أو في الوقت بدل الضائع؟ لأننا نعرف الآن حتى أنه التصعيد من النبرة الدبلوماسية الجزائرية جاءت خاصة بعد، استسمحوني أن القول، تكالب الكيان الصهيوني وعصابة الإليزي في محاولة النيل والالتفاف على المصالح القومية الجزائرية، إن لم نقل على الوحدة والسيادة الترابية الجزائرية. هنا بروفيسور أقاطعك معذرة، هنا بروفيسور، لأنه اتجاه أصلا اتجاه سابقا كان نحو الإليزي، يعني كانت دبلوماسية أغلب زيارات ربما تكون نحو فرنسا نحو أوروبا، الآن اكتشفنا أنه كل الزيارات هذه تخدم المصالح الفرنسية والمصالح الأوروبية فقط، لا تخدم المصالح الجزائرية. شوف، هنا دون العودة إلى بعض الأمور التي المسكوت عنها أو المتحفظ عنها، نعم، لأنه دائما هنالك مقولة تقال أنه الأمن القومي الجزائري مثله مثل القمر فله جانب مظلم. نعم. جانب المظلم هذا هو أمور سرية، أمور غير مصرح بها، نعم، علاقة أبوية كانت تمارس بين 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 الوصاية الفرنسية وبين بعض شخوص من داخل العلبة السوداء الجزائرية. ليس هذا مجال للكلام عليه، لأنه فيها حتى من لا يقوم بالتشكيك في قضية قطع أو تجميد أو وضع العلاقات الفرنسية الجزائرية في البرنامج، أنها مجرد مسرحية أو مناورة من باب صناعة نوعا ما وضع كرتوني لهيبة الدولة. ولكن أقول أنه بالرجوع إلى مرحلة ما بعد الاستقلال الجزائري، كانت فيه هنالك حروب سرية بين النظام السياسي الجزائري وبين النظام الكولونيالي الفرنسي، الذي لا زال نظام كولونيالي ما دام أنه فيه هنالك خلية فرنسا إفريقيا تؤمن أنه لا مستقبل لفرنسا من دون فردوسها الخلفي في إفريقيا والتي من بينها الجزائر. ولكن أقول أنه 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 فقط الشيء الجديد الآن، الشيء الجديد أنه عندما نتكلم عن الدبلوماسية الجزائرية وعن إقحام بعض الأدوات الاستراتيجية، ودعني أقول حتى بعض الأدوات الاستخباراتية، لأننا نتكلم الآن عن عصر عدم اليقين والشك الاستراتيجي. يعني بعد ما كانت مهمة الأدوات الدبلوماسية هي تمثيل الدولة أو تمثل نقاط استطلاع متقدمة من أجل تأمين أو استزادة مصالح الدولة، الآن دور الحالي للدبلوماسية الجزائرية هو ضمان سيادة ووحدة الدولة الجزائرية. يعني الآن ناهيك عن شيء يسمى بالدبلوماسية الاعتيادية أو الدبلوماسية التي اعتدنا على أساس أنها برستيج خارجي للدولة، الآن دور الدبلوماسية يأتي كتكملة لتلك الوسائط التي كانت تلعب دورا في تأسيس الأمن القومي الجزائري. ولهذا أقول أنه نظرا وسلسلة التضييقات وسلسلة ما أسميته أنت، أن هذا الطوق من التهديدات أصبح قريب جدا منا، أي أصبح
متاخم على حدودنا الترابية والإقليمية. الإشكال الذي وقعنا فيه هو أولا دور هذه الدبلوماسية ينقسم إلى فرعين أساسيين. أولا التأكد من موثوقية وصدقية متانة علاقتنا بالأصدقاء، وهذا أظن أنه يدخل في إطار الجولات التي قام بها رئيس الجمهورية وهو الممثل الأعلى للدولة. والدور الثاني، نعم أكمل الدور الثاني حلو ثم نعود. نعم، الفرع الثاني هو محاولة التقرب بوسائط متعددة للتعرف على نوايا الأعداء. شوف، عندما نقول علاقة عداء وعلاقة صداقة، علاقة عداء معناها نحن في وضع يحاكي ويشابه وضعيات الحرب، وأظن أن هذا هو الخطاب الذي مورس وروج في الخطاب الدبلوماسي الجزائري ما يتعلق بعلاقتنا سواء بالجار من الجهة الغربية أو بالإليزي أو حتى بالكيان الصهيوني. ولكن الإشكال الذي وقعنا فيه، ودعني أفتح هنا قوس مهم، أنه فيه شيء تم تعتيم عليه، لا أقول إعلاميا ولكن أظن أن الجزائر سياسة الصمت ساهمت نوعا ما في مرحلة ما في وضع أو تأجيل بعض القضايا الخلافية حتى داخل منتديات الحوار النخبوية الجزائرية. ولكن مناورة الأسد الإفريقي التي تم تطبيقها وتنفيذها عند الجار من الجهة الشرقية من الجزائر، دعني أقول المغرب، هذه المناورة ساهم فيها الكثير ممن كنا نظن أنهم هم أصدقاء وشركاء في عملية بناء التوازنات الإقليمية والنظام الإقليمي. لهذا أقول أنه تلك المناورة نوعا ما دقت ناقوس خطر وضرورة تحول الجزائر من المرجعيات الاعتيادية ما يتعلق بالخطاب الدبلوماسي إلى مرجعيات صلبة، علما شكرا أن بروفيسور، الدبلوماسية هي سنعود عانة. الى النقاش، معليش سنعود اليك في النقاش، نعود الى ضيفي في البلاطو ثم نعود الى النقاش. استاذ كمال ذكر انه تغير في، يعني حل جيدا بروفيسور نسيم في التغير من من الصمت، سياسه الصمت الى سياسه التحرك، و يعني بناء هذا الطوق. هنا نرجع للنقطة فقط، أنه اليوم فقط أعلنت فرنسا، يعني اليوم الخميس أعلنت عن كما كان في السابق رفع السري عن الأرشيف تاع الضبطية القضائية، وهذا في محاولة منها إلى استرجاع الكرة إليها، لأنه عرفت الآن أن الجزائر تتجه نحو دول الجوار وتونس ليبيا وغيرها، فتريد أن تعيدنا دوما إليها بشكل يعني أو آخر. شكرا. اولا انا اتوافق يعني في نقاط كثيره جدا مع ضيفك الكريم البروفيسور فيما ذهب اليه من انه الدبلوماسيه الجزائريه في المراحل الماضيه عاشت نمطيه وعاشت دبلوماسيه كلاسيكيه بشكل كبير جدا، ويعني عاشت على حساب المخزون الذي تشكل للدولة الجزائرية من الثورة التحريرية إلى مرحلة الاستقلال في عهد الرئيس الراحل هواني بوجوديان، فبقي هذا المخزون يتآكل إلى الحد الذي يعني انتفضت أو في الحد تغيرت كثير من المعطيات الواقعية في دول الطوق وفي غيرها ممن كانوا يعدوا أصدقاء، وتفاجأت الدبلوماسية بأن تكون فيه يعني مواقف مغايرة، وذلك بسبب عدم التحيين وسبب عدم القدرة على التفاعل مع القوى الرديفة والدول الجوار والتكتلات والتحالفات الدولية التي تتعامل مع الجزائر، وبعدها الاستراتيجي التاريخي مع الصين وروسيا ودول أخرى. هذه الأمور كلها تفطنت لها الجزائر بعد الضربات المتتالية في مجموعة يعني نكسات دبلوماسية معروفة، يعني صحيح أنها كما ذكر ضيفك أنها كانت من المسكوت عنه، ولكن الجزء المظلم من القمر تظهر ظلاله في أثره في مناطق أخرى من العالم. ولذلك فالشيء الذي جعل من الدبلوماسية أو الرئاسة
تنظر إلى الدبلوماسية بطرح جديد، ولهذا ورد في مشروع يعني مخطط عام الحكومة، وهو العنوان في أن تكون دبلوماسية استباقية. يعني دبلوماسية استباقية معناه دفعت إليها جملة من العوامل، منها هو عامل التقييم، إعادة تقييم الدبلوماسية، والدبلوماسية التي أصبحت كلاسيكية إلى الحد التي أصبحت مجرد تمثيل وأكل قوت الجزائريين بطرق أخرى، ولكنها لا تقدم شيئا في كثير من الأماكن، وخصوصا في ذات العلاقة بأمننا القومي وذات العلاقة بدول الجوار. وتبدى ذلك أكثر عندما زاد أو احتك يعني الخطاب بين الجزائر وفرنسا، وتطور إلى تطاول فرنسا على الجزائر، وإلى كذلك الحدث الأخير وهو زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي. وعندما نتحدث عن وزير الدفاع الإسرائيلي للمغرب، نتحدث كذلك عن اتفاقيات وعن مشاريع تهدد الأمن القومي، ليس فقط على الجهة الغربية ولكن في كل الامتدادات الأمن القومي الجزائري. هذا الذي تطلب إعادة النظر وتحرك جديد، تحرك على المستوى الدبلوماسية في مجالات متعددة، في على مستوى الدبلوماسية الرسمية أو الدبلوماسية غير الرسمية. ولعل هذه المقاربة الجديدة التي تريد الجزائر أن تتبناها وأن تعيد إعادة تركيب الموضوعات العلاقاتية المرتبطة بهذه الدول، حتى لا يكون فيها أثر متعدي على الأمن القومي، خصوصا وأنه الجزائر الآن أصبحت هي الدولة الأكثر استهدافا من يعني استهدافا في المنطقة، بسبب خاصة في وجود نعم الآن الكيان الصهيوني. نعم، وهذه كلها يعني هذه كلها تتطلب يعني تكاتف كل القوى وكل القدرات الوطنية. ولعل هذا الذي دفع رئيس قائد الأركان يعني في الخطاب بتاعه البارح إلى أنه يدعو إلى مقاربة جديدة، وهي مقاربة في الدفاع عن الأمن القومي، لما يتحدث عن الجيش ويتحدث عن الشعب ويتحدث عن الإعلام كقوة ثلاثة في مقاربة جديدة. لأنني كنت أتصور يعني وكانت التصور أن المقاربة القديمة كانت مقاربة دفاعية أكثر منها مقاربة مرتبطة ب، لكن الآن جبهة داخلية. نعم، لمواجهة مع الجبهة الخارجية. يعني لماذا؟ لأن الغفلة عن الجبهة الداخلية أصبح أو شكل يعني الآن فرصة لاستهداف دول والاستهداف قوة أجنبية للجزائر من خلال يعني تنظيمات، ومن خلال ناس يحملون أفكار معادية للجزائر وهم في الجزائر، وهذا خطر كبير. ولعل هذا الطابور ما يسمى في عالم الحروب الطابور الخامس، أن يكون فيه طابور خامس، هذا لم يتشكل اليوم ولكن تشكل في غفلة من التوجيه الإعلامي، في غفلة من الوعي القومي، في غفلة من الدبلوماسية التي لم تؤدي دورها. إضافة إلى هذا، التوجه الاقتصادي الجزائري الآن نحو محاور جديدة يتطلب أن تكون الجزائر يعني قوة إقليمية اقتصادية، ولابد أن تؤمن يعني حدودها الإقليمية وتؤمن حدودها الاستراتيجية الجيوستراتيجية. هذا يتطلب كذلك أن تكون فيه دبلوماسية جديدة، وهي الدبلوماسية الاقتصادية، أن تكون فيه رؤية جديدة تتكامل هذه الرؤية بكل جوانبها. صحيح أنها قد تكون في بدايتها، ولكن عندما يتجند كل القوى الوطنية، عندما تتجند كل مؤسسات الدولة، تستطيع أن تحدث نقلة نوعية لدبلوماسية قوية، لارتباط داخلي قوي، ولصناعة رؤية ولصناعة صورة كذلك قوية للجزائر في المحافل الدولية وفي المحافل الإقليمية. وهذا كله رايح يقدر كذلك يعطي على المستوى الأكاديمي وعلى المستوى الجهات النافذة أنها تعطي مقاربة جديدة، مقاربة قوية، على أن تصبح الدبلوماسية
الجزائرية الدبلوماسية فعلا مركزية وفعلا محورية في إن على مستوى القرن، على مستوى أفريقيا، أو على مستوى التحالفات الدولية التي الجزائر فيها مركزية، والجزائر فيها لها تاريخ ولها حضور قوي، وهذا كله يستطيع أن يواكب بناء دولة جزائرية حديثة ولكن برؤية جديدة وبرؤية استشرافية ومقاربة متكاملة أدي الأدوار التي يطمح إليها الشعب الجزائري. شكرا أستاذ كمال. أعود إلى ضيفي عبر سكايب بروفيسور نسيم. ضيفي عبر سكايب يدعو إلى أنه يجب أن يكون هناك توحيد الجبهة الداخلية، يعني لا يمكن أنه نقوم بالدبلوماسية خارجية تكون فعالة بدون يعني بناء الجبهة الداخلية، فكيف ترون ذلك أنتم؟ أكيد، لأنه أصلا اعتدنا في العلوم السياسية وهي قاعدة أنه السياسة الخارجية هي انعكاس للسياسة الداخلية. يعني لا يمكن تصور دولة غير متوازنة داخليا، أكيد أنه أمورها تكون مرتبكة خارجيا، ولكن هذا البطارية الدبلوماسية، خليني أقول أنه البطارية الدبلوماسية الجزائرية لابد أن ننطلق من بعض الحقائق. يعني قلت أنه جميل جدا أن نكون جزئيا نرجسيين، وهذا بدافع وطنية وغريزة الولاء للوطن، ولكن في بعض الحقائق التي ترتبط بهذه البطارية، لأننا كما تفضل ضيفك أنه الدبلوماسية مثلها مثل المؤسسات الأخرى، تعاقبت عليها أجيال عديدة، ولكل جيل بيئته وطبيعة التحديات. نحن لا نزال نمارس، ما زالت هذه البطارية تنتهج أو تتبنى الطبيعة الرأسية للدبلوماسية. يعني مازال وزير الخارجية حقيقة هذه من اختصاصات دستورية، صلاحيات دستورية، ولكن نتكلم إجرائيا مازال وزير الأول ومازال رئيس الجمهورية، والأدوات الدبلوماسية التي اعتدنا عليها السفارات والقنصليات هي التي من تقوم وتفعيل هكذا خطاب وهكذا خارطة طريق خارطة الانتشار الدبلوماسي الجزائري في مناطق جغرافية معينة. ولكن ألا نلاحظ أنه هنالك في الآونة الأخيرة ظهور مفاهيم جديدة على غير الدبلوماسية الداخلية، الدبلوماسية الدينية، الدبلوماسية الاقتصادية، الدبلوماسية الأمنية، يعني كل قطاع وكل جزئية أصبحت دبلوماسية، وأصبحت في نفس الوقت تتبنى رسالة حماية والذود عن الأمن القومي الجزائري. هذا نوعا ما يؤسس لنوع من الفوضى الدبلوماسيات. نحن ضد تركيز السلطات التقليدية في مصالح في يد الأشخاص، بعيدا عن مرحلة ما بعد الاستقلال، مرحلة بن بلة أو بو مدين رحمة الله عليهما، الرجال اجتهدوا ولكن لكل جيل اجتهد. هل الجزائر ناهيك عن الخبرة التاريخية الدبلوماسية في إطار هذا التراكم الخبراتي؟ هل حققنا ما يسمى بفكر دبلوماسي جزائري محض، هوية دبلوماسية مستقلة؟ لأنه حتى ما نسميه بعقيدة خارجية جزائرية، عدم تدخل في شؤون داخلية الآخرين، الحوار والتسوية السلمية للنزاعات واحترام سيادة الآخرين، هي في الحقيقة هي مبادئ تعود إلى مؤتمر بندونك، حركة عدم الانحياز. جميع من كانوا أعضاء في ذلك المؤتمر هم عدم a common concept، عندهم نفس المفاهيم التي يتبنونها. ولكن هل الجزائر هوية؟ الأمر أصبح من الماضي الآن، مثلا في ليبيا لو تبقى بنفس هذه الاستراتيجية، ليبيا الآن رايحة لا قدر الله رايحة للتقسيم. يعني زميلي عطفا يعني على كلامك، عطفا على كلامك، لماذا قلت الآن تم استعارة أدوات الاستراتيجية في الخطاب الدبلوماسي؟ لشيء بسيط، نلاحظ أن الدستور الجزائري الأخير منح للجيش أو مؤسسة العسكرية الجزائرية صلاحيات أنها تنخرط في عمليات حماية وحفظ السلام في إطار المنظمات الإقليمية. مثل هكذا صلاحية، بمعنى هنا سؤال يطرح،
كل الدول التي تمنح لمؤسساتها ولعناصرها العسكرية صلاحية المناورة خارج إقليم الوطن تصبح القوة العسكرية في هذه الحالة هي امتدادا للسياسة الخارجية. نلاحظوا أنه في الحالة الأمريكية أنه القوات العسكرية الأمريكية هي عبارة عن سائد ثاني بعد السائد الدبلوماسي تابعة لكتابة الشؤون الخارجية الأمريكية. بمعنى ذلك الأدوار التي نطلع من خلالها إلى هكذا تسوية سلمية للجوار القريب وللقرب الجغرافي لا يتم إحكام قبضة وتأثير خطابنا الدبلوماسي من دون قوة اقتصادية بالأساس. نعم. وتضرب متى شاء وفقا للنصوص القانونية الأعداء وحتى المتمردين إن فقروا من التمرد ممن نعتبرهم إخوة في الدين من الأشقاء أو أصدقاء تربطنا وتجمعنا بينهم علاقات صداقة. ولهذا أقول أنه الآن الجزائر حافظت على شيء مهم وهو هويتها الدبلوماسية، لأننا نجد أنه المرابطة على المرافعة من أجل القضية الفلسطينية وحماية أو حماية المسائل المتعلقة بالقضايا العادلة وتحرير قطع الصوت. الجزائر على الرغم من تعاقب الأنظمة لا زالت متمسكة بهذا الوعاء وهذا الإطار، ولكن هنالك تهديدات جديدة حتى تهديدات على مستوى الدبلوماسي أو البطارية الدبلوماسية، حتى لا نقول أنه دبلوماسيتنا أصبحت حديثة بأدوات عرجاء. لابد الآن من إشراك ما يسمى بالبطاريات الفكرية والبحثية، لأنه لحد الآن لا زالت البطارية الدبلوماسية الجزائرية تعتمد على آليات إدارية تقنية ولكن بعيدة كل البعد عن دوائر البحث ودوائر اختزال الفكر في أوعية وفي 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 مقتربات تؤهل صانع القرار الخارجي الجزائري للتكيف مع المستجد. وحتى عملية ربط الاستشراف عندما نقول مثلا عن شيء يسمى أن الدبلوماسية الجزائرية تحولت إلى الاستباق، إلى المقاربة الاستباقية. نعم. كم من مركز وكم من دوائر بحث استشرافية لدى الجزائر؟ لا يمكن الحديث عن استباق للفعل ما دام أننا معدومين أو محرومين من هكذا وعاء ومن هكذا كيان مهم في تحديد مصير ومستقبل الدولة. شكرا بروفيسور، هذه نقطة مهمة كان تطرق لها الضيف أستاذ كمال. أستاذ كمال تطرقت للنقطة من قبل، هو قال البطارية الفكرية. هذه البطارية الفكرية للأسف الشديد أنت أشرت نوعا ما وبعد مشيت في النقطة هذه، أن هذه البطاريات الفكرية لو لم يتم اعتمادها من قبل الدبلوماسية تستغل من قبل جهات أخرى أجنبية. طبعا لماذا؟ لأنه الشيء إذا توقف أو إذا لم يستغل سيستفيد منه الآخرون. الجزائر لها مجموعة كبيرة من يعني الطاقات والقدرات كما ذكر ضيفك، الفكرية والأكاديمية ورؤية الشعب الجزائري. وأكبر شيء في هذا المسار هو بعد الحماسي في النرجسية الوطنية القوية جدا التي تستطيع أن تتحول إلى قوة ناعمة قادرة على صناعة يعني فارق كبير جدا. ولهذا الذي لا نريد أن تبقى دائما نعيشه عاطفة، لا نعيشه فعل. ولذلك عندنا حتى الرياضة، الرياضة قادرة تتحول إلى مجال في الدبلوماسية بشكل أو بآخر. وكما ذكرنا سابقا وهي الدبلوماسية البرلمانية، الدبلوماسية الدينية، تعرف حتى الدبلوماسية يعني التجارية ربما. يعني أستاذ كمال معليش سامح لي قطعك برك، الوقت انتهى. نعم يعني الوقت انتهى، وقت فكرة فقط إذا كمل الفكرة الأخيرة فقط يعني عندنا التجانية وعندنا الطريقة التجانية تحوز على 150 مليون أفريقي. نعم. يدينون بالولاء لها.
ونحن لم نستطيع أن نستفيد من هذه النقطة الارتكازية القوية في عين ماضي، وخلينا دول أخرى تستفيد منها. مطلوب منا أننا نستفيد من كل هذه، من كل الموروثات اللي عندنا، كل طاقات هذه نستطيع الموجودة أن نحولها إلى قوة ضاربة للجزائر. وصلت الفكرة جيدا أعزائي المشاهدين. فاصل ونعود إلى النقاش في المحور الثاني. مرحبا المشاهدين الكرام في هذا المحور الثاني المخصص للنقاش حول الوضع في السودان بعد تراجع رئيس الوزراء السوداني عن استقالته في اللقاء الذي أجراه مع عبد الفتاح البرهان. الآن الشارع السوداني لا يزال هناك غليان، لا يزال هناك حركات احتجاجية في الشارع، ولإثراء النقاش مع ضيفي أستاذ كمال بن خلوف النائب البرلماني نتابع هذا التقرير ونعود إلى النقاش مجددا. رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يعتزم الاستقالة خلال الساعات القادمة، استقالة قالت عنها جبهة العزة والكرامة السودانية بأنها فصل من فصول مسرحية وصفتها بالسخيفة بغرض تشتيت الرأي العام واستعطاف بعض المكونات السياسية لصالحه. استقالة حمدوك تضيف الجبهة سيناريو جديد حكى بمباركة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ومن ورائه مخططة جديدة. وهو فعلا دي سياسة بتاعت الذكاء والشيطنة بتاعت المخابرات أو الاستخبارات العسكرية، وهنالك مخطط خبيث يجري. الأمر ليس استقالة حمدوك أو الإشاعة التي بثت إن هنالك استقالة لحمدوك، الأمر هنالك في تخطيط لإنقلاب ثالث بعد يوم 25. هذا الإنقلاب لم يعد كافيا. حسب ذات الجبهة، الاتفاق السياسي الموقع بين البرهان وحمدوك صفقة مربحة لأمريكا وحلفائها، وبالتالي واشنطن لن تسمح لحمدوك بتقديم استقالته خوفا من فوز التيار الإسلامي بالانتخابات القادمة باعتباره الأكثر شعبية في السودان. فأمريكا لن تسمح لحمدوك أن يقدم استقالته ولا برهان أن يفيض هذا الاتفاقية، لأنه هو ثلاثة عملاء، حمدوك وبرهان وحميدتي ومعه إضافة قيادة الحركات الأخرى، هم صفقة مربحة لدول الغرب، لا ينفذون سياسات دول الغرب، يقمعون شعبهم، يقتلون شعبهم، ينفذون سياسة تجويع وتركيع، يتماطلون في تكوين حاكمتهم، يتماطلون في تنفيذ الترتيبات الأمنية وإنزال السلام على أرض الواقع. تأتي هذه التطورات في وقت تشدد قوى سياسية ومدنية رفضها للاتفاق الذي وقع بين البرهان وحمدوك منذ نحو شهر، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات إلى غاية تمدين الحكم. كما تابعنا أستاذ كمال في التقرير أنه حديث عن هنا أنه هناك مسرحية، يعني أنه مسرحية واتفاق بين البرهان وحمدوك، أنه الاستقالة ليست لمجرد مسرحية، فما تعليقكم عن ذلك؟ طبعا السودان، عندما نتحدث عن السودان نتحدث على يعني مجموعة دول في القرن الأفريقي تعيش غليان، تعيش اللي هي الصومال، إريتريا، إثيوبيا، السودان بشقيه، وهذه المنطقة في الحقيقة هي منطقة زاخرة بالثروات، والسودان على الأكثر بهذا، يعني الحراك الذي تم في السودان اختطف منذ البداية، يعني اختطافه كان منذ البداية كان اختطاف لهذا الحراك من خلال يعني انقلاب ناعم بشكل متوازن من طرف القوى التي تستفيد من هذا من الثروة، سواء الثروة بالاستغلال أو بالحماية، لأن ذوك الآن أصبحت يعني السودان الآن ليست مستهدفة بالاستغلال، مستهدفة بالحماية، يعني إقامة الحروب أو إقامة الاستقرار داخل السودان لحماية الثروات الطبيعية في السودان داخل الأرض. ولذلك يعمل على هذا المسار مجموعة من الدول مستفيدة من هذا. فالآن ما يقع في السودان هو عبارة عن مخرجات لمجموعة من عمليات الاستمرار في ربح الوقت فقط،
ولكن يعني المتضرر من هذا هو الشعب السوداني، والشعب السوداني ما زال مستمر في عملية الحراك من أجل الوصول إلى حلم أن تتحول السودان إلى بلد ديمقراطي، إلى بلد متعدد الرؤى، إلى بلد قادر على استيعاب مشكلاته، وأن الشعب السوداني قادر على أن يتحول إلى دولة يعني قوية، ودولة ذات يعني قدرة تنموية، ذات قدرة على إدارة شأنها الداخلي بكفاءة وباقتدار. فلذلك يستمر نفس السيناريو، لأنه بدايته كانت بداية مركبة، يعني لم تكن بداية طبيعية ولا بداية حقيقية، ولذلك هذا لا يخدم السودان ولا يخدم المنطقة العربية، لأن السودان دولة من الدول الغنية، دولة من الدول التي يعني دولة عربية، وهي جسمنا العربي، والذي نسعى جميعا إلى أن تكون فيه يعني وحدة عربية في الاقتصاد، في تبادل الخبرات، في كل شيء. فلذلك احنا نتألم أن تستمر هذه السيناريوهات في تعطيل المسار الديمقراطي، في تعطيل الحكم أن يتحول إلى حكم مدني بشفافية، بديمقراطية، وبأبناء سودانيين قادرين على حماية وطنهم، على حماية هذه الأرض، وأن ترفع. لماذا تصور السودان على أنها على أن المجاعة وأن الفقر وأن الحروب هي قائمة في السودان؟ هو إعلام غربي يريد أن يصور لنا بأن هذه المنطقة لابد أن تستمر، مع أنها منطقة تزخر بخيرات، تزخر بثروات، تزخر بتنمية، بقدرة بشرية كبيرة ورهيبة في الشعب السوداني، وهو شعب ذكي وشعب طموح وشعب طيب. المشكلة أن الشعب الطيب لا تقوم بينهم حرب، فالشعب السوداني الحرب يبين لك أن الحرب المصطنعة في السودان هي حرب من ورائها الدول الكبرى، ومن ورائها إسرائيل. لماذا؟ لأن إسرائيل تريد أن تتوسع في الوطن العربي، وضمن هذا المسار تتوسع في السودان. ولذلك احنا نقول بأنه الشعب السوداني قادر على أن يخرج من هذا الوضع، قادر على أن يكون، وهذه الرسالة موجهة إلى كل القوى في السودان، أنه في النهاية لقد جربتم كل التطاحنات وكل الحروب وكل الصراعات، وفي النهاية السودان خسر نصفه في المرة الأولى، ولا نقبل أن يخسر بعضه الآخر، بالعكس نطلب من كل القوى أنها تتكاتف وتتوحد، فليس هناك من هو أكثر غيرة على السودان، ولكن الكل مطلوب منه أن يكون سودانيا، يدافع عن القوى، عن الثروة السودانية، يدافع عن الهوية السودانية، يدافع عن السودان بكل ما يملك. هذا يكون من خلال حوار، من خلال مسار ديمقراطي، من خلال بناء مؤسسات قوية، من خلال إعطاء الفرصة للشعب السوداني ليعبر عن إرادته الحرة. كل هذه ستجعل من السودان بلدا قويا. وأما هذه المخرجات فكما قلت هي مخرجات في النهاية تخدم الأجندات التي صنعت بداية حراك سطت عليه وأصبح حراك مفبرك، والدليل أن الشعب السوداني ما زال يخرج وما زال مستمرا في حراكه، لأنه لم يجد الجواب الذي خرج معه في البداية. ولهذا نطلب أن تتحول أو أن يسير المسار الديمقراطي أفضل للكل. ولكن بالنسبة للمسار الديمقراطي والتحدي الموجود الآن، أنه حتى الشعب والقوى الحية في السودان ترفض الحكومة الحالية اللي الوزراء الحمدوك الآن اللي هو تحالف مع البرهان، نعم فيه رفض. يعني الفرق بين المسار الديمقراطي وبين الذي يسير هذا المسار الديمقراطي واضح. الشعب السوداني يريد مسارا ديمقراطيا، لكن يرفض أن يكون في خريطة يريد لها الحاكم أو الفعلي في السودان أن تكون وفق رؤيته. يريد لرؤية تكون جامعة للسودانيين، مشاركة لكل السودانيين، قادرة على أن تخرج بالسودان من حكم انتقالي إلى حكم ثابت، إلى حكم دستوري، إلى حكم مستقر، إلى حكم بجميع مؤسساته. ولذلك فمطلب الشعب السوداني ليس هو يعني هو ضد رأي، ضد توجه، يريد أن يجعل من السودان مستمر في الفوضى، مستمر في عدم الاستقرار، مستمر في. لماذا؟ لأن المستفيد ليس السودانيين، المستفيد هو من يعمل على هذه الأجندة،
والمستفيد الأكبر هو من وراء هذه الأجندة. لماذا؟ لأنه يريد أن يحمي مصالح أجنبية داخل السودان، وقد تكون أكبر من المصالح، قد تكون أجندة أخطر أنها تقوض الأمة العربية والأمة الإسلامية. وما يعزز كلامك سيد كمال أنه ما حسب ما أيضا ورد في التقارير أنه السيناريو الآن، أنه السيناريو الحاصل على الأرض أنه يعني وضعه قائد الجيش يعني البرهان هو الذي هي بغض النظر عن ما وضعه، في الحقيقة الصورة في النهاية صورة سودان غير مستقرة. نعم، صورة سودان غير طبيعية، صورة سودان غني وشعبه فقير، صورة سودان لا ينبئ بمستقبل للشعب السوداني، لا ينبئ بمستقبل مستقر، لا ينبئ بمؤسسات قارة ليؤمن. وهذه الأمور هي التي تقلق الشعب السوداني وتقلق جميع الشعوب الحرة في العالم. يفترض أن هذا الذي وهذا ليس جديد، يعني أنا منذ ولدت وأنا أسمع أن السودان غير مستقرة، يعني من النميري وقبل النميري وجاء اسمه الرئيس السوداني الفائت الذي جلس على الكرسي 30 سنة، وبعد ذلك خرج منها عمر البشير. نعم، عمر البشير، وخرج منها والسودان غير مستقرة. فلو عملوا كلهم على أن السودان لابد أن يستقر، لليوم السودان أصبح يعني فعلا دولة مستقرة. وهذا سببه الأول هو عندما الارتماء في أحضان الدول الكبرى لحماية الكراسي. الأنظمة العربية تستطيع أن تعيش بحرية عندما تطبق الديمقراطية. لماذا؟ لأنها تصبح شعوب سيدة وتصبح الحاكم فيها سيد ويستطيع أن يقرر لأن وراءه شعب. وكلما انتفت، كلما قلت الديمقراطية زاد الاستبداد، وكلما زاد الاستبداد زاد الارتماء في أحضان الدول الكبرى. وكلما كلما طبقت الديمقراطية والشفافية وحكم الشعب، كلما ازدادت قوة هذه الدولة في الاستقرار وفي الاستمرار وفي التنمية وفي القدرة على التحرر من الهيمنة الكبرى للدول الكبرى. لأنه في النهاية الدول الكبرى تبحث عن مصالحها. المصالح لا. فليس الظلم أو ليس العتب على الدول الكبرى، العتب علينا نحن الذين أعطينا الفرصة لهم بظلم بعضنا البعض. يعني الحاكم الذي يظلم شعبه في الحقيقة هو يرتمي أكثر في أحضان عدوه، ولذلك مطلوب منه أن يحصن نفسه بشعبه حتى لا يكون في يوم ما ملعونا من أبناء شعبه ومتروكا من غيره لأنه انتهت صلاحيته. ولذلك هذه تجربة أخذت من الدول التي سقطت بعد الحراك العربي الذي حدث في كثير من الدول العربية. يفترض أن تكون عبرة لكل حاكم بأنه كلما كان متشبثا وكلما كان مرتبطا بشعبه كلما كان قادرا على أن يقود شعبه إلى الأفضل. ولذلك نحن في الجزائر مشينا خطوات، هذه الخطوات متمنين أنه تستقر الجزائر وتستقر بعض الدول العربية مثل ما استقرت أو ما ستستقر عليه الجزائر. ولذلك هذا يدفعنا باستمرار إلى الدعوة أن نحن لسنا من الذين يتدخلون في شؤون الخارجية للدول العربية أو غير العربية، ولكن نحن كإخوة عرب نتمنى لكل الدول العربية، لكل الشعوب العربية أن تتحول من شعوب تحتقر فيه شعوبها وتعتمد على الغريب عنها، بل العكس، نحن أبناء هذا الوطن العربي، أبناء هذه الأمة الإسلامية، مطلوب منا أن نتكاتف، أن نتوحد، أن ننسجم في قضايانا الكلية. وهذا الذي يدفعنا إلى أننا نأسف أن تقع السودان فيما وقعت فيه، فهو شيء غير مقبول، وكذلك مأسوف عليه، لأنه في النهاية الطبقات الهشة والطبقات البسيطة والطبقات المحرومة هي التي ستدفع ثمن الشركات العابرة للقارات والشركات المتعددة الجنسيات التي ستجعل من السودان مجرد مكان لاستخراج ثرواته والاستفادة منه على حسابه. وكما تطرقنا أستاذ كمال في المحورين الأول حول الدبلوماسية الجوار الآمن، السودان تعتبر من الجار الثاني يعني بعد ليبيا. نعم. يعني لأنه يهمنا يكون استقرار في ليبيا. طبعا. في تونس في السودان،
ولهذا ربما من الدور الكبير الآن أنه تكون عندنا دور يعني في حل طبعا حالة الوضع هناك يعني. نعم، السودان تدخل في الأمن القومي الجزائري، نعم، لأنها كما قلت أو كما أقول أن السودان قديما كان تطلق على كل من موريتانيا إلى السودان، كانت إلى تسمى السودان، معنى السودان. ذلك أنها منطقة واحدة ممتدة يعني، الآن أصبحت منطقة محددة في دولة، لكنها دارفور راهي بينها وبين الجزائر دولة تقريبا يعني، نعم، مش حاجة كثير. والأمن القومي الجزائري يستمر إلى السودان، إلى الصومال، لأنها كلها هذه دول العربية، والأصل أن أمننا القومي في كل يعني في كل الدول العربية، أمن الجزائر القومي، نعم، والدول الإسلامية. لماذا؟ لأن إذا أصاب أخوك يعني كالجسد الواحد، إذا أصيب جزء منه تضرر كل الجسد، ولذلك نعم، ولذلك مطلوب. والدبلوماسية الجزائرية وقد تدخلت في موضوع النهر الذي هو الآن يأثر على مصر بشكل أو بآخر، وأثر على السودان من نهر نعم. فهذا موضوع من الموضوعات التي كذلك موضوع دارفور مؤثر جدا، وله علاقة وارتباط بليبيا، وله والوضع في ليبيا وضع مقلق، ولهذه كلها تدخل في الأمن القومي الجزائري. مطلوب من الدبلوماسية الجزائرية أن تساعد الأشقاء، وهي حنكة كبيرة في هذا المجال. المطلوب كذلك أن تكون فيه دبلوماسيات أخرى، يعني من الدبلوماسية الأخرى هي الدبلوماسية الاقتصادية، يعني عدم استغلال أو عدم بحث رجال المال والأعمال الجزائريين عن الاستثمار في السودان، أو السودانيين الاستثمار في الجزائر، أو وهي أرض خصبة. يعني لماذا نشتري اللحوم من دولة بعيدة عنا آلاف الكيلومترات، والسودان السودان يعني بيننا وبينهم كيلومترات؟ لماذا نستورد القمح من فرنسا ولا نستورده من السودان؟ صحيح، انا كانت لي استاذ نعم. كما كان لي حوار مع نعم. السفير السابق نعم. يعني السوداني في الجزائر، كان قال لي انه السعر الخروف يعني نصف الثمن تاع الان اللي رعدنا، وثروه كبيره سودانيه قادر نعم. نستفاد منها الجزائر، يعني ثروه يعني. رهيبه من اللحوم، وثروه رهيبه من الالبان والاجبان، وثروه رهيبه من القمح وغيره. هي يقال عن السودان انها وحدها تكفي لسد يعني العجز في الدول العربيه كلها. لذلك مطلوب منا ان لذلك لا قلت لك بانه الان السودان يراد لها الا تستقر، صحيح، من اجل حمايه الثروات الطبيعيه باطنيا. معنى ذلك وهذه سياسه اخرى، وهي سياسه اقامه الحروب لحمايه الثروه. هناك معطى جديد استاذ كمال بالنسبه للاحداث، تطور الاحداث في السودان. كان يفترض يكون معنا عبر سكايب المهندس السني ممثل الإخوة السودانيين، لكن تعذر الآن في سكايب محظور اليوم، أو أعتقد لا يمكن الاتصال بهم عبر سكايب. كان فيه معطى جديد أنه تم الاعتداء على النساء السودانيات اللي خرجوا في التظاهرات، وحديث عن اغتصاب ثمانية من النسوة، والآن تدخلت جهات أجنبية، السفارة الأمريكية، فرنسا، بريطانيا، عدة دول تريد تدخل التحقيق في هذا الأمر. يعني هذا ربما من المخططات الجديدة التي أرادها يعني قائد الجيش، يعني أنه يؤثر على الوضع ولا على الحراك يعني في السودان. نعم، هي مسألة الاغتصاب يعني ليست جديدة، لكن للأسف عندما تكبر الصورة في جهة، نحن نرفض الاغتصاب أو التحرش بأي بنت أو بأي امرأة أينما كانت، سواء كانت عربية أو غير عربية لا يهمنا، لكن يهمنا أنها بشر، وأنه لابد من حماية الإنسان، وأنه هذا من حقوق الإنسان. هذا مبدأ لا نقاش فيه. لكن لماذا تكبر العدسة لاغتصاب مجموعة من النساء في السودان، ولا تكبر نفس العدسة على دول أخرى يتم فيها الاغتصاب بآلاف؟ لماذا لم تكبر العدسة في ميانمار؟ لماذا لم تكبر العدسة في فلسطين؟ لماذا لم تكبر العدسة من هذه الأم من 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 حقوق الإنسان، يعني من منظمة حقوق الإنسان الدولية، التي رأت في الاغتصاب في السودان ولم تره في اغتصاب البشر رجلا وامرأة في فلسطين، ولم تره في دول أخرى كثيرة؟ لماذا هذا الازدواجية حتى في رؤية؟ ومع ذلك فالاغتصاب مرفوض، والذي حدث
قد يكون له تداعيات أخرى. الشعب السوداني شعب طيب، الشعب السوداني شعب خلوق، الشعب السوداني شعب هادئ، ولذلك ادعاء الاغتصاب في الشعب السوداني هي صورة مكبرة أكثر من اللازم لها ما بعدها، ليست هي ممكن تدفع إلى ضرب القيم الأساسية للشعب السوداني، ضرب التماسك داخل الشعب السوداني بدعوى الاغتصاب، ولكن قد لا تكون هي النقطة الحقيقية، ولكن هناك أمور أخرى يراد جر المجتمع السوداني لها من خلال هذه النقطة، وهي حساسة. لماذا؟ لأنه هذه الشعوب شعوب محافظة، شعوب تؤمن بحماية الشرف، ولذلك يراد لهذا أن يؤسس لقواعد جديدة، قد تكون قواعد من القانون الاستبدادي أكثر، قد تكون بدعوى حماية الضعفاء أو بدعوى حماية المرأة، ثم تشرع قوانين أخرى تحرم الإنسان من حقوقه الأساسية ومن ربما هي محاولة تأثر على التركيبة السودانية. نعم، يعني التركيبة السودانية والتقاليد السودانية، التقاليد السودانية وصناعة يعني وصناعة توجه جديد في السودان، وهذا الذي لا يجب أن يكون أو أن يخضع لها السودانيين. ولكن في كل الحالات الفعل الذي حدث إذا ثبت ذلك فهو مجرم وهو غير مقبول، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يقبل في أي مكان كان. ولكن نقول للحقوقيين في منظمة الأمم المتحدة أنه انظروا كذلك إلى الاغتصاب الذي يتم لأرض بكاملها في فلسطين. نعم، ودول أخرى كذلك. يعني هو إشارة مهمة أستاذ كمال، مشكور جزيلا على النقاش وإثرائك النقاش. كما ذكرت أنه يجب النظر في، إذا كان ننظر بمعيار الحقوقي، ننظر في فلسطين وفي الأرض المحتلة الفلسطينية للأسف الشديد، فيراد أن ينظر الجانب الحقوقي في بلد ويغض الطرف عن بلد آخر. نعم. والخير دليل على ذلك فلسطين. إلى هنا وصلنا إلى نهاية النقاش ونهاية هذا العدد. مشكور جزيلا أستاذ كمال مخلوف نائب برلماني كنت معنا، كان معنا عبر سكايب في الجزء الأول البروفيسور نسيم بلهول، وأنتم مشاهدين الكرام نشكركم جزيلا على حسن المتابعة، وشكرا لكل فريق العمل معنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.